قلت لحضراتكم عندي حالة، الحالة اللي عندي من الشرقية النهاردة. علياء محمود من الشرقية، علياء عندها 20 سنة، هي بعتت لنا على صفحة البرنامج واحنا تواصلنا معاها انها بتعاني من فشل كلوي، يعني بنت يعني زي القمر، ربنا يشفيها يا رب ويعافيها ويشفي كل مريض. الأطباء كلهم أجمعوا إن هي محتاجة عملية زراعة كلى عشان تقدر تكمل حياتها بشكل طبيعي. دائما أبدا بتبقى المشكلة في عمليات نقل الكلى أو زراعة كلى بيبقى المتبرع. هو الحمد لله المتبرع عندها موجود، ابن عمتها، وهو مستعد إن هو يعني يتبرع بكلية لبنت عمته. فين المشكلة؟ هقول لحضراتكم المشكلة فين. المشكلة إن هم خدوا خطوات كتيرة جدا، بس وصلوا لمرحلة ما بقوش قادرين يكملوا نظرا لظروفهم الاجتماعية، مش قادرين يكملوا لا باقي التحاليل ولا قادرين ظروفهم المادية تسمح بعمل العملية. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نتواصل معه. تجاوز 20 ربيعا لتطلب من يساعدها لينقذها من بين براثن الموت، حيث تعاني علياء من فشل كلوي بكلا الكليتين، غير أن نخوة ابن عمتها الذي أبدى استعداده للتبرع لها بكليته بغية أن ينقذ حياتها قد بعث فيها الأمل من جديد. ولكن فقر الأسرة بات الآن عائقا، حيث طلب الأطباء تحاليلا بتكاليف باهظة لا تستطيع تلك الأسرة البسيطة تحملها، هذا فضلا عن مصاريف إجراء تلك الجراحة الحرجة. أنا تجوزت عندي 18 سنة، وعادي يعني كانش في حاجة، وبعد رابع من الجواز تعبت، ويعني مش عارفة، الله أعلم يعني التعب ده جالي من إيه، هو من عند ربنا عامة. فبعدين رحنا للدكتور علشان أنا ساعتها كنت تعبانة، وقال لنا تمام لازم تعمل لي التحليل دي، أصلي السكر وكده لقى عالي، فقال لي لازم تعملوا التحليل دي، وعملها. فقال لنا لا ده لازم تتحجز دلوقتي في الجامعة وتغسل 5 غلسات. ورحنا الجامعة واتحجزت 10 أيام، غسلت 5 جلسات، وبعد ال5 جلسات خرجت قالوا لي لازم تتابع مع دكتور برا علشان يعني لو الكرياتين عالي ولا حاجة فلازم تتابعي برا. فتابعت عادي مع الدكتور، الكرياتين كل مرة يعلى، فقال لي رحت له الدكتور قال لي لو الكرياتين عالي تاني لازم تروحي الجامعة تتحجزي عشان يغسلوا لك تاني. فلقيته عالي خالص ورحت الجامعة اتحجزت برضك تاني 10 أيام أو 8 أيام، وغسلت فيهم وعملت التحليلات وكل حاجة، وقالوا لازم تغسل مديم كلى مديم يعني. بس ايه السبب اني فشل الكلوي ده جه؟ مش عارفة، حتى الدكاترة كلهم عايزين يعرفوا ايه السبب، احنا مش عارفين. وعملت تحليلات كتير واشعاع كتير وكله مش في حاجة يعني، كانوا بيقولوا في المثانة ما فيش حاجة في المثانة. وانا المفروض يعني ان انا في السنتين دول كنا نعمل ورق والكلام ده، بس جيت حملت منفصل قريب بقالي كده الشهر داخله في الشهرين. ابن عمتي قال كلم بابا وقال له انا عينيا لها وعشان خاطر عليا وعشان خاطرك واللي انتوا عاوزينه انا هعمله لكم. فروحنا للدكتور، فالعمليه محتاجه مبلغ بردك، والظروف بردك على قدها، والتحليلات بردك بمبلغ كبير، واحنا ظروفنا على قدها، وانا قاعده في اوضه وصاله ما فيش غيرها، وانا وعلياء، وتربت معايا وجوزتها كل حاجه، وجت اتجوزت وتعبت بعد الجواز وانفصلت، بقى جه بقى جوزها بقى ما تحملهاش، فانفصلوا من بعض.
وجت قعدت معي. أسرة علياء أسرة مصرية بسيطة ينهشها الهم، وكل ما يرجونه أن يمد لهم أحدا يد العون كي تقوم علياء بالتحليلات اللازمة وسرعة إجراء العملية، إذ أنها تخشى أن يقطف الموت زهرة شبابها في أي وقت، لأن حالتها تعد من الحالات الحرجة القصوى. نفسي أعمل عملية عشان أقوم لابني. محمود حافظ، صالة التحرير.